حادث مروع جدا. شايفين التوك توك ده؟ ميكروباص يصطدم بالتوك توك، هذا التوك توك، ويحوله الى اشلاء، يحول سائق التوك توك الى اشلاء. هنشوف دي كاميرا ثابته في بنزينه تقريبا، الكاميرا دي وكاميرا مراقبه يعني، وبتصدم شايفين الميكروباص اللي جاي ده؟ فجأة كده هيحول مساره. الميكروباص ده شايفينه ده؟ ياه، ده الناس هتجري دلوقتي وتشوف الحكاية ديت، وتشوف التراب اللي طالع. طبعا التيك توك انتهى طبعا. يعني انا عايز اقول ده، سواء الميكروباص ده شارب حاجة مثلا ولا ايه، مش فاهم يعني، ده داخل غلط وبسرعة، واكيد هو اتعور برضو الميكروباص ده، يعني مش سهلة يعني. شايفين الناس اتلمت، ربنا يسترها على مصر وعلى المصريين، ناس الغلابة. الكاميرا دي ثابتة ببنزينة، دي ميزة برضو الكاميرات الثابتة. يعني الموضوع مهم يعني، مش المفروض يكون في رقابة أكتر من كده رغم كل الكاميرات ديت، لكن يكون في إجراءات رادعة. ده شارب حاجة مثلا، أو اختل توازنه مثلا، فجأة عنده كهرباء في المخ، عنده إيه، مش فاهم يعني. المفروض السواقين الميكروباص الناس دي يتعمل لهم كشف دوري مظبوط، مش الكشف اللي هو البسيط دوت. لازم رسم مخ، ولازم حاجه تاكد ان مفيش حاجه في سلامه، مفيش كهرباء في المخ، مفيش ما بيشربوش حاجه، مفيش اي مواد بتسيطر على العقل او بتخدر او بتمنع ان هو يسوق. ده لازم. اتمنى انك تشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد، واكتب تعليقي يعني لو عندك اي تساؤل اكتبه، وانا هرد عليك كتابه او بفيديو. شكرا لك.